السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد ومع فيديو اللي غادي يكون مهم ومهم جدا، واللي غادي نهضروا فيه على لائحة المنتخب الوطني المغربي اللي أعلن عليها المدرب وليد الركراكي، وكذلك مباراة أشرف حكيمي اليوم اللي كانت مع نادي باريس سان جيرمان ضد نادي نيوكاسل، إضافة إلى شنو واقع مع سفيان أمرابط وإيريك تنهاك. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل، وكما شفنا اليوم والحمد لله تعلن بشكل رسمي أن المغرب هو اللي غادي ينظم كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، والأجمل وهو الديوان الملكي هو اللي اعلن على هذا الخبر، بمعنى ماشي الفيفا ماشي اسبانيا ماشي البرتغال اللي اعلنوا على هذا الخبر الحصري، وبذلك العالم كامل عرف الخبر من رساله ملكيه، وهذا طبعا عنده دلالات كبيره وكبيره جدا. وبالمناسبه مور مخرج هذا الخبر، السعوديه رسميا اعلنت انها غادي ترشح لتنظيم كاس العالم 2034. عموما مبروك علينا كاملين كمغاربه وديما مغرب. ودابا ندوزو الماتش ديال باريس سان جيرمان ونيوكاسل اللي كانت هاد الليله في دوري ابطال اوروبا، واللي بين قوسين ما غاديش نطول فيها بزاف لانه كاين كلام مهم جدا على المنتخب. المهم باختصار ومن الاخر، الاداء ديال باري كان كارثي او بمعنى اصح بدون فعاليه تذكر، خصوصا في الشوط الاول، فلو كان غير ماركا ديمبيلي ديك الفرصه اللي جاته كانت غادي تكون الامور مختلفه تماما. وكما عارفين في كره القدم لا ضيعتي غادي تستقبل اهداف، وهذا الشيء اللي كان بالميلي بعد ما نيوكاسل سجلوا هدفين في الشوط الاول، رغم ان الباري كانت مسيطره بل والميطه الاولى كانت كامله وانسايد جيم من جانب رفقاء حكيمي اشرف، ولكن بدون اي فعاليه كانت سيطره سلبيه فقط. وزادت متعب الباري مع بدايه الشوط الثاني بالهدف الثالث، ومن ثم عرفت بأن عودة الباري غادي تكون صعبة وصعبة جدا. المهم بالنسبة لحكيمي نفس التوظيف والمهام المعتاد مع المدرب لويس انريكي، بحيث ديما في الحالة الهجومية كيخلي الطرف الأيمن للفرنسي عثمان ديمبيلي، وهو كيدخل للعمق كما كيبان لكم في هذه اللقطة تحديدا. وهذه النقطة طبعا كنا هضرنا عليها مرارا وتكرارا. إذا باختصار وللأمانة الباري في هذا الماتش كانت ناقصة وما لقاتش الحلول أمام نيوكاسل نهائيا. ومن دوري أبطال أوروبا انتقل مباشرة إلى المنتخب الوطني المغربي، تحديدا مع اللائحة اللي أعلن عليها المدرب وليد الركراكي، واللي بالنسبة لي كانت مفاجئة وفيها بزاف ديال التغييرات. مبدئيا نذكركم بالاسماء المتواجدة في المعسكر القادم لمواجهة ليبيريا والكوت ديفوار، ومن بعد نهضروا عليها بالتفصيل. والبداية طبعا غادي تكون من حراسة المرمى اللي عندنا في ياسين بونو، منير المحمدي ومهدي بن عبيد. خط الدفاع عندنا أشرف حكيمي، أيوب العملود، عبد الكبير عبقار، نايف أجريد، رومان سيس، غانم، يونس عبد الحميد، ناصر مزراوي، يحيى عطيه الله. أما في خط الوسط عندنا سليم أملاح، إسماعيل السيباري، أمير تشاريتسون، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، عز الدين أناحي، بلال خنوس. وخط الهجوم كاين عندنا حكيم زياش، أمين عدلي، أيوب الكعبي، الهليكوبتر يوسف انصاري، طارق تيسودالي، ابراهيم صلاح، امين حارث، وعبد الصمد الزلزول. وكانت هذه هي القائمه اللي اعلن عليها المدرب الركراكي وليد، واللي في الوله الاولى اكيد غادي تلاحظوا انه استبعد جميع اللاعبين اللي في الدوريات الخليجيه ما عدا ثلاثي ياسين بونو، منير المحمدي، غانم سايس. وكان عقل واحد المره تكلمت على انه من الاسباب اللي خلاتنا نشوفوا بزاف ديال المحترفين المغاربه كيزعموا ينتقلوا مؤخرا للدوريات الخليجيه، وهو المدرب الركراكي ما كيمانعش وكيكونفوكيهم عادي جدا، بل وقال ان الدوري السعودي اصبح مثل الدوري الهولندي والبلجيكي والى اخره، عكس في السابق المحترفين ديالنا كيفكروا 1000 مره قبل ما ياخذوا خطوه الخليج، لانها كانت كتساوي في المقابل الابتعاد عن المنتخب. ولكن هذه المره شفنا ركراكي زير لك اللعب واستبعد لك عبد الرزاق حمد الله، اللي اصلا مؤخرا كان مصاب وما لعبش مع نادي الاتحاد، ولكن حاليا هو راه ما مصاب ما والو. زايد للامانه حمد الله تعطاته الفرصه ولكن ما قدمش ذاك الاداء اللي كنا كنساينوا منه. ايضا من اللاعبين المتالقين اللي استبعدوا من ركراكي واللي كيمارسوا في الدوريات الخليجيه كاين على راسهم سوفي رحيمي، عبد الحميد صابري، مراد باطنا، وكذلك جواد اليامير. بالنسبه لي باطنا مراد اكيد غادي تكون شفتوا نادي الفتح علينا لانه تلقى دعوه من المدرب وليد الركراكي وغادي يكون في هذا المعسكر و الى اخره، ولكن اتضح بان الاسم ديالو كان متواجد غير في اللائحه الموسعه فقط. وللامانه مراد بهذا التالق والمستوى اللي ظهر به مؤخرا صراحه يستحق فرصه مع المنتخب الوطني المغربي، ولكن فاش كتجي تشوف البوست ديالو كتلقى فيه اسماء كبيره وعملاقه كتلعب في اوروبا مثل حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي، امين حارث، وامين عدلي، وهذا الشيء من غير اصابه زكريا ابو خلال، ويمكن زيدوا عليهم سفيان بوفال واخا كيلعب في الدوري خليج. ونفس البلان اللي كينطبق مع مراد باطنا ايضا كينطبق مع سوفيا رحيمي، لهذا الاخير قلنا عليه مرارا وتكرارا لو كان اختار الاحتراف في اوروبا كانت الوضعيه ديالو غادي تكون مختلفه داخل المنتخب. اما بخصوص عبد الحميد الصابري فشخصيا هذا اللاعب بالذات كنت بغيت يكون حاضر مع المنتخب المغربي لانه فنيا كان غادي يفيدنا بزاف، ولكن ركراكي كان عنده راي اخر، وسبحان الله من نهار انتقل لنادي الفيحاء ما عتبش المنتخب رغم انه في احسن احواله حاليا. ايضا وليد ركراكي استبعد لك المهاجم ولي الشديره اللي حتى هو نفس البلان ديال عبد الرزاق حمد الله، بحيث عطاتو بزاف 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 ديال الفرص مع المنتخب ولكن ما بينش لينا، زائد مازال ما تفرقعش اداء هذا الموسم مع فريق الفروسينوني، اضافه الى ان شديره وحمد الله كذلك صدموا بانفجار وتوهج ايوب الكعبي هذا الموسم مع نادي اولمبياكوس اليوناني، وعوده التوهج المغربي الاخر طارق تيسودالي. كذلك عندنا اسم جديد في هذه اللائحه اللي هو اسامه العزوزي، لاعب نادي بولونيا الايطالي اللي تكونفوك لاول مره مع المنتخب المغربي الاول بعد ما خداها دقه دقه وبداها من المنتخب الاولمبي، شانه شان اسماعيل السيباري وامير تشاريتسون اللي كيتواجدوا تقريبا
تقريبا للمره الثانيه على التوالي. ايضا عندنا ايوب العملود لاعب الوداد الرياضي البيضاوي اللي كيتعتبر من افضل اللاعبين في مركز الظهير الايمن داخل القاره الافريقيه، هو كذلك متواجد معنا في مباراه ليبيري والكوت ديفوار، واللي اخيرا تعطاش الفرصه مع المدرب وليد الكراكي، علما انه راه فايت كونفوك للمنتخب في اكثر من مناسبه، الا انه شارك ولعب في ماتش واحد فقط اللي كان ضد منتخب غانا، وديك المباراه اللي بقيتو عاقلين كانت اميكال وانا داك كيلعب كظهير ايسر تحديدا في سنه 2021 مع المدرب الراحل واحد خليله، وكان ديك الساعه قدم مستوى جيد وجيد جدا. وطبعا متفقين كاملين بان الرسميه ديالو مع المنتخب غادي تكون صعيبه بوجود افضل ظهير ايمن في العالم اللي هو اشرف حكيمي، وكذلك الخيار الثاني في هذا المركز اللي هو النصر مزراوي لاعب البايرن، الا ان التواجد ديالو غادي يكون مهم جدا لرفع من جوده كرسي الاحتياط، وهذا الشيء اللي شخصيا كنت كنطالب به من شحال هذه الا بقيتو عاقلين، وهو على الكراكي لابد يخدم مزيان على كرسي الاحتياط حتى يتوصل لتقارب نسبي في المستوى بين المراكز. اما باقي الاسماء كحكيم زياش، اشرف حكيمي، سفيان امرابط، النصر مزراوي، عز الدين اوناحي، سليم املاح، حنايف اكرد، ياسين بونو والباقيه، فهذه طبعا كتبقى ركائز اساسيه لا تحتاج لاي تعليق. عموما وبالمختصر المفيد، هذه اللائحه بنسبه 99% هي اللي غادي تشارك في كاس افريقيا القادمه بالكوت ديفوار. اكيد ما غاديش تكون هذه الاسماء بنسبه 100%، ولكن على الاكثر وليد الكراكي غادي يستبعد 3 لاعبين فقط، بمعنى القائمه النهائيه ديال الكار ما غاديش يكون فيها تغييرات بزاف على هذه اللائحه، وهذا كان هو القصد ديالي بالملي. وطبعا كنتمنوا كل التوفيق لاسود الاطلس. ودابا نهضروا على مانشستر يونايتد، اريك تين هاغ وسوفيان امرابط. فبعد الخساره ديال البارحه كونتر غالاتا سراي في دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، بل وخليونا نقولوا كارثيه، علاش؟ لان فريق كبير بحجم وثقل وتاريخ المان يونايتد، لا جيتو تشوفوا الترتيب ديالو في تشامبيونز ليغ غادي تلقاوه كيحتل المركز الاخير بصفر نقطه، وكذلك الدوري الانجليزي كيحتل فيه المركز العاشر بتسع نقاط، وديك التسع نقاط جمعوها من 7 مباريات كامله، يعني من اصل 21 نقطه يلا خداو منا 9 نقاط فقط. وطبعا هذا الشيء كامل خلى البعض كيتسائل على وضعيه المدرب الهولندي اريك تين هاغ، والصافي غادي تتم الاقاله ديالو وشنو غادي دير مع اداره المان يونايتد وما الى ذلك. فباختصار وحسب صحيفه الغارديان بتاريخ اليوم قالوا بان منصب المدرب الهولندي اريك تين هاغ امين وليس موضوع للمناقشه من قبل المدير التنفيذي لنادي الشياطين الحمر، يعني حتى النقاش في مساله اقاله المدرب عند اداره المان يونايتد غير مطروحه اساسا على الطاوله. المهم هنا صحيفه الغارديان كملوا وقالوا انه بالرغم من ذاك الاداء السيء منذ بدايه هذا الموسم واللي خسر فيه تين هاغ مع مانشستر يونايتد في 10 مباريات اخرها الماتش اللي كان البارحه في دوري الابطال، الا انه باقي كيحتفظ بالثقه الكبيره من اداره نادي الشياطين الحمر اللي كتعتبر بانه المدرب المناسب لتطوير الفريق والدفع به الى الامام في الدوري الانجليزي. ومن الاسباب اللي مخليه المان يونايتد متشبته بالمدرب ديالها حاليا وهو عارف الفريق كيعاني من كثره الاصابات، بحيث واحد الوقيته كانوا محرومين من 16 لاعب طبعا لاسباب مختلفه ماشي غير الاصابه فقط. ومن اللاعبين المصابين عندك المهاجم الجديد رامسون هويلاند اللي انتقل هذا الصيف للمان بمقابل 64 مليون جنيه استرليني، وزيد على غياب او اصابه 3 لاعبين في مركز الظهير الايسر اللي هما لوكشوا تايلر مالاسيا وسيرجيو ريغالون، لذلك كنشوفوا كيعتمد لينا على المغربي سفيان في ذاك المركز. ولكل هذه الاسباب لن تتم اقاله المدرب تين هاغ، بل فكره الاقاله ما مطروحاش اساسا على الطاوله، وهذا بالنسبه لينا كمغاربه امر ايجابي وايجابي جدا، لان الاقاله ديالو ما غاديش تكون في صالح المغربي امرابط نهائيا، اولا لانه كان وراء انتدابه من نادي فيورنتينا بل وكان مصر عليه، ثانيا كيعرف الامكانيات ديالو جيدا من ايام فاش كان كيدرب نادي اوتريخت، ثالثا وهو في حاله اقالتي ما غاديش نضمنوا المدرب القادم كيفاش غادي يكون مع امرابط، بحيث يقدر يعتمد عليه ويكون ركيزه اساسيه، وفي نفس الوقت يقدر لا قدر الله يجلسوا لنا في الاحتياط بحال اللي وقع تماما مع حكيم زياش في تشيلسي فاش تمت اقاله فرانك لامبارد، بحيث حكيم ما كانش محظوظ وطاح لينا مع ذاك المدرب توماس قاس حراس. اذا استمرار اريك تين هاغ مع المان يونايتد اوتوماتيكيا غادي يكون في صالح الدولي المغربي سفيان، ولكن حتى المدرب خاصو لابد يرجع لنا امرابط للمركز الاساسي ديالو، لانه بكل امانه لو استمر في اشتراك المغربي كظهير ايسر او وات ايفر اي مركز اخر غير المركز الاساسي ديالو اللي هو رقم 6 كارتكاز، فبهذا المعنى يقدر يدمر وكذلك ينهي الاحلام ديالو في التعاقد مع المان يونايتد في نهايه هذا الموسم، لانه كما عارفين سفيان حاليا غير معار من نادي فيورنتينا الايطالي. لذلك ايضا على المغربي اعترض على توظيفه في مركز غير مركزيه كما كيديروا بزاف وبزاف ديال اللاعبين، خصوصا وان امرابط ما باش بداك المستوى الطوب اللي كنعرفوا عليه، نعم دار ماتشات في المستوى وجاهد وتقاتل وتحربن، ولكن ماشي بنفس الليفل اللي كيظهر به فاش كيلعب كارتكاز. عموما كنتمنوا كل التوفيق للدوري المغربي المحارب امرابط سفيان في المباريات القادمه مع نادي مانشستر يونايتد. وحتى لنا الصافي غادي نقول لكم راه وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.